هو احنا اصلنا اصلا هو بهجة وفن وتاريخنا كله بهجة وفن، لكن هو صارت فترة ركود بسبب الحروب. طبعا الحروب لها تأثير يعني على الوضعية والقلق السياسي، لكن طبعا احنا نحاول نطمح انه دائما نتقدم للأمام. يعني احنا قاعات من نسوي معرض فني، فنانين فقط اللي يجون، العامية كلش قليلة اللي ما عندهم علاقة بالفن، لكن هسه الفنانين والعامية والباع المتجولين والكل صارت مفتوحة للكل والكل يسأل يعني. المدينة هي الضحية الأولى دائما في أي مشكلة بالبلد، رأسا تبين على مشهد المدينة، من تشوف هناك بطالة راح تشوف هناك باع متجولين يفترشون الشوارع ويغلقون الطرق، من تشوف أنه أكو مشكلة سكن بالمدينة راح تشوف هناك عشوائيات وهناك تشويد المشهد الحضري، من تشوف هناك إدارة غير مثلى للموارد المالية للبلد راح تشوف هناك توقف بالخدمات والمشاريع.